بكم من جديد مشاهدينا، لازلنا معكم في التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى 13 لثورة 17 من فبراير عبر قناة ليبيا الرسمية. اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور قامت بإصدار الدستور يحتوي على 197 مادة. متى يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب؟ لماذا هذا التأخير في الاستفتاء عليه؟ نرحب بضيفي الأستاذ صالح شاكر، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. أهلا بك أستاذ صالح. مرحبتين أستاذ طارق. نرحب بك ونشكر إذاعة الرسمية على هذه الفرصة، ونبارك الشعب الليبي هذه ذكرى ثورة 17 من فبراير المجيدة، ونحيي آباء الشهداء وأمهات الشهداء وإخوان الشهداء وكل من ضحى من أجل هذه الثورة المباركة، ونأمل أن تبلغ الثورة الأهداف التي قامت من أجلها بإذن الله. ونحن نرحب بك مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا، لنتابع هذا التقرير ثم نواصل مع ضيفي الأستاذ صالح شاكر. إيمانا بثورة 17 من فبراير 2011 التي قادها الشعب الليبي الأبي في شتى ربوع البلاد، وفاء لأرواح شهداء هذه الثورة المباركة الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل الحرية والعيش بكرامة على أرض الوطن. إنه مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة والازدهار والتقدم والرخاء الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغلال وحكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام. فقد صدر الإعلان الدستوري بعد ثورة 17 من فبراير ليكون أساسا للحكم في المرحلة الانتقالية. وينص الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في 7 من أكتوبر عام 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 24 ديسمبر عام 1951 على كون ليبيا ملكية دستورية. وكان النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني قد طالب بالعودة إلى تعديلات العام 1963 المدخلة على دستور عام 1951، والتي قسمت بمقتضاها ليبيا إلى محافظات هي طرابلس والبيضاء والخمس وأباري والزاوية وبنغازي ودرنة وغريان ومصراتة وسبها. واعتبر الكوني أن اللامركزية تقدم الحل لإشكاليات تفرد السلطة الموجودة في العاصمة بكل الصلاحيات المالية والعسكرية والسياسية، وهو ما اعتبرها عزلة عن بقية أطراف البلد أو تأخيرا لمتطلبات المواطنين العاجلة. أهلا بكم مشاهدينا. أستاذ صالح، ربما تعريف مبسط، ما هو الدستور؟ الدستور هو يعرف بأنه أبو القوانين، وهو الإطار القانوني اللي تبنى عليه جميع مؤسسات الدولة، وهو القانون الأسمى الذي وضح العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أبناء الشعب وبين السلطات الثلاث في الدولة، اللي هي القانونية القضائية والتشريعية والتنفيذية بصيغة مختصرة. نعم أستاذ صالح، ربما نرجع للخلف، يعني بداية التأسيس الدستور كان في عام 1951، ربما كانت فيه قبله يعني برامج التأسيس، اللجنة المختصة المكونة للتأسيسية، يعني هذه تعتبر نوع من الإرث الذي تركه الآباء الأجداد في الدستور. طبعا هذه جت في حقبة، أنا بدي أحط الأمور في نصابها، في حقبة كان الحرب، نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث خسرت إيطاليا اللي كانت مستعمرة ليبيا الحرب، وأصبح فيه هناك تنازع على مستقبل ليبيا بأجزائها الثلاث، طرابلس الغرب وفزان وبرقة في ذلك الوقت،
قررت الجمعية العامة أن ليبيا تستقل قبل يناير 1952 إذا تم تشكيل الدولة وبناء الدستور، وفعلا تشكلت لجنة سميت في ذلك الوقت باللجنة 60، واللي على غرارها شكلت لجنة 2014 أو انتخبت لجنة بالأحرى 2014 على أساس غرار لجنة 60 لإعداد مشروع دستور. ففعلا أنجز هذا الدستور في فترة وجيزة لا تتجاوز العام، وهو أمر عادة غير طبيعي، تساتير تأخذ وقت، ولكن لها أسباب معينة ربما أتطرق لها فيما بعد، لماذا تم إنشاء الدستور في ذلك الوقت في فترة بسيطة اللي هي 12 شهر تقريبا، وأعلن الاستقلال قبل الموعد بأسبوع واحد فقط 7 أيام، لأن لو جاء 1 يناير 1952 ولم يعلن استقلال ليبيا فستعود ليبيا إلى الوصاية. كان الشعب الليبي مناضل ضد الاستعمار، وكان متعطش للحرية والاستقلال، واتحد أبناء الوطن من الشرق والجنوب والغرب على أن تفويض الأمير إدريس محمد إدريس السنوسي في ذلك الوقت ملكا على ليبيا، بحيث ليبيا تلم الوطن باستقلال. فكانت فيدرالية في الوقت المرحلة الأولى، ثم زي ما نعلم في سنة 1963 تم توحيد الدولة تحت اسم المملكة الليبية، وحذفت المتحدة لأن ألغيت الولايات، وصادق البرلمانات كلها في الولايات على هذا الأمر، لم يعترض عليه أحد، وصارت ليبيا دولة موحدة منذ ذلك التاريخ. نعم، يعتبر هذا من ضمن تعديل الأحكام في العام 63 أستاذ صالح. نعم، تعدل الدستور من دولة فيدرالية، نعم، في 3 حكومات وثلاث ولايات إلى دولة واحدة يحكمها حكومة مركزية، وألغيت الحكومات في الولايات لأن في تنازع، كان في تنازع سلطات بين الولايات وبين السلطة المركزية في طرابلس، والملك عانى من بعض المشاكل فرأى أنهم الأفضل أن توحد ليبيا، ولم يعارض أحد في ذلك الوقت حقيقة. نعم، نأتي للدستور في سنة 51 يعتبر هو الدليل أو الدليل للقانون الليبي أستاذ صالح. صحيح، صحيح. الدستور الحقيقة إنجازه كان غير طبيعي، أولا زي ما ذكرت فترة اللي تم فيها فترة قصيرة، أقل من سنة تقريبا، أقل من سنة. نعم، كان الملك إدريس هذاك الوقت مفوض في كل شيء، لما كانت لجنة الدستور تختلف على أمر ومن ضمنها مثل العلم والنشيد يمشي الملك، فالملك هو اللي اقترح عليه أحد أعضاء اللجنة 60 علم معين، والملك وافق عليه، وبالتالي اللجنة وافقت عليه مباشرة، ما فيش حد كان يعترض على أمر الملك. الملك إدريس رحمه الله كانت عنده قدسية دينية، نعم، وكانت عنده خلفية نضالية، وكانت عنده مناورات سياسية، هذا اللي أهله بامتياز لأن يقود المرحلة هذه. فأنجز الدستور في فترة بسيطة لأن الشعب الليبي كان متعطش للحرية، وكان يرى أن هذا الدستور هو اللي يكون ليبيا ويؤدي بها الاستقلال، رغم أن اللجنة التي صاغت هذا الدستور لم تكن منتخبة، ورغم أن هذا الدستور لم يتم استفتاء عليه من الشعب الليبي كما هو عاد في الشعوب الأخرى، عادة يستفتى على الدستور، ولكن كان الشعب متلهف للحرية والانعتاق من الاستعمار والوصاية، فوافقوا عليه وعملوا به كدستور إلى أن 63 زي ما قلنا تم تعديله. نعم، ربما يسأل الشارع العام أستاذ صالح، يعني هل هناك دستور في السابق في ليبيا؟ يعني الأغلبية، يعني الحقبة 40 سنة كان مختفي الدستور، ولكن قبل 69 كان في دستور وكان في القانون، ولكن البعض توا في الوقت الحاضر للسنوات ما بعد فبراير المواطن يسأل هل هناك دستور؟ هو الواقع الدستور 51 كان مفصل على الملك محمد إدريس السنوسي رحمه الله، وكان رجل طبعا من الزوايا السنوسية، وكان زاهد في السلطة، إلا أن الدستور الواحد الناس كلها الآن نسمع كثير من الناس يقولوا نرجع للملكية الدستورية، لم تكن ملكية دستورية، بل كانت ملكية دكتاتورية، لأن الملك كان عنده سلطات غير محدودة، كان في يده في قبضته السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية إلى حد ما. فالملك كان يعين رئيس وزراء، كان يعين نصف مجلس الشيوخ، كان يحل الحكومة، كان يحل البرلمان، كل هذا كان في يده، ولولا أن الملك إدريس كان رجل زاهد ورجل متدين لكان تحول ليبيا إلى دكتاتورية بنصوص الدستور.
نعم. فالآن الناس اللي يقولوا نرجع الملكية الدستورية، الحقيقة هذا خطأ فادح، ربما ترجع الملكية ولكن لابد من تغيير الدستور، لأن الدستور 51 هو دكتاتوري بمعنى الكلمة. نعم. حتى بس نقطة واحدة للتدليل، بس حتى الشخص المجرم القاتل مثلا أو يرتكب جرم يسحق عليه الإعدام، للملك الحق أنه هو يعفى عنه. نعم. لهذه الدرجة يعني. نعم. لديه السلطة القضائية، يعني لديه السلطة في القضائية وكلهن اللي فيهم نصيب الأسد. نعم. التنفيذية والقضائية والتشريعية. نعم. أستاذ صالح، يعني نأتي لموضوع يعني التقييم أو تقييم المواقف يعني من خلال الشرع العام حول الدستور. تقصد مشروع الدستور الحالي ولا الدستور؟ لا الحالي. الحالي طبعا أنجز، انتخبت لجنة في 2014 وعملت عملها، استمرت 3 سنوات و3 أشهر و8 أيام تحديدا لإنجاز هذا المشروع. نتكلم عن الناس الانتقادات اللي وجهوا فيها للدستور عشان نوضح للناس. في بعض الناس يقول لك اللجنة استغرقت وقت طويل لإنجاز الدستور. ندلل أقرب شيء لنا، احنا شقيقة تونس. نعم. كما نعلم أن أول الثورات هي الثورة التونسية اللي قامت شهر 12 2010. الدستور خرج في يناير 2014، يعني استغرق 3 سنوات بالكامل، 2011 و12 و13. احنا بيننا وبينهم أشهر يعني فرق، رغم أنه فرق شاسع بين وضع في تونس ووضع في ليبيا. نعم. في احتراب اللي صار في ليبيا وفوضى، ما كانت في مؤسسات، كان في تصحر سياسي، الناس ما يعرفوش الأحزاب، إنما في تونس كانت في قواعد للدولة الحقيقة يعني، ومع ذلك استغرق هذا الوقت. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في ناس يقول لك المكونات الاجتماعية والثقافية في ليبيا ما شاركوش في الدستور. الواقع أنه الإخوة الأمازيغ امتنعوا عن المشاركة بإرادتهم الحرة، وهذا من حقهم، هم امتنعوا عن المشاركة في هيئة الدستور، ومع ذلك تم التنصيص في الدستور على حقوق لا أعتقد أنها توازي أي حقوق في العالم، أي دستور في العالم، بالنسبة إلى عدد السكان إخوتنا وشركنا في الوطن الأمازيغ. وفيه ناس ثانية تقول في أماكن أخرى دستور متاع فلان، دستور كذا. والحقيقة أنه يكفينا إحنا شرفا أن الجامعات الليبية وكثير من الخبراء الأجانب أشادوا بهذا الدستور، لم تعترض عليه جامعة واحدة، ولعل يسوق مثال واحد وهو جامعة بنغازي، قيمت هذا الدستور 4 أساتذة في القانون، عندي حتى أسماهم، اللي هم قيموا هذا الدستور وعطوه نسبة جيد جدا مرتفع، اللي هو تقريبا 79%. نعم. وهذا أمر حقيقة كبير جدا. وأقر هذا الدستور في الهيئة نفسها ب 98% من الحضور وحوالي 75% من الهيئة ككل، وكل هذه الأرقام تعتبر غير مسبوقة. لكن للأسف يجي مجلس النواب بعد ذلك ويقر أنه لا بد أيضا، لما طلعوا القانون 2018 والمعدل في 2019 قانون الانتخاب أقصد، أزاد عقبة أخرى مجلس النواب أنه لا بد يستفتى عليه في كل إقليم، رغم الأقاليم هي مش موجودة من 63 ملغية. نعم. في كل إقليم لا بد يتجاوز على الأقل بنسبة 51% على حدة. معنى هذا أن على سبيل المثال إقليم فزان اللي هو لا يتجاوز سكانه 500,000، لو اعترض معناها 7 مليون الآخرين كلهم يتم حرمانهم من الدستور. وإحنا ندعو الحقيقة المسؤولين ومتصدرين المشهد أنهم يراعوا حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور. لا نقول أن الدستور ممتاز، لا نقول أنه هو غير قابل للخطأ، الكمال لله وحده، وحتى القرآن فيه ناس شكوا فيه. فإحنا كل ما نقول أعطوا الشعب الليبي الفرصة يقول كلمته، إذا قال هذا الدستور ماشي يعمل به، إذا قال هذا الدستور بتعديل نعدوه، إذا كان هذا الدستور ما وإلى آخره. لكن لا أحد بالمطلق، لا أحد له الحق مهما كان واضع في الدولة الليبية أنه يقيم هذا الدستور إلا كمواطن يوم الاستفتاء، كمواطن شخصيا يدلي باستفتاءه في صوته بنعم أو لا. لو كان مش مقتنع بالدستور يقول لا من حقه، ولكن ليس كسلطة مركز سلطة أنهم يمنع الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقييم هذا العمل اللي إداراته لجنة منتخبة منه بإرادة الحرة. نعم. يعني كل ما في الأمر هو القضية بسيطة جدا، الشعب الليبي انتخب هيئة قال لهم ديرونا الدستور، دار الدستور مفروض يرجع لي الشعب بقيمه. نعم. إما يقبله أو يرفضه أو يعدله، ولكن للأسف فيه قوى الآن تحول بين الشعب الليبي وبين حق المشروع في
في الاستفتاء على مشروع الدستور وتقييمه. نعم، هذه نقطة مهمة أستاذ صالح، يعني هل بعد ما تم إنجاز الدستور أو المسودة الخاصة بالمشروع الدستور تم توزيع على كافة المدن الليبية للاطلاع عليه؟ الدستور تم إقراره في الهيئة بالنسبة اللي ذكرتها يوم 29 يوليو اللي هو 7/2017، يعني احنا الآن مشارف 7 سنوات بعد إقراره. والحقيقة الأمر العجيب أنه هو نصينا في هذا الدستور على أنه يمكن تعديله بعد 5 سنوات من العمل به، لو كان عمله به الشعب الليبي من ذلك الوقت وقر هذا الدستور حتى لو كان يتطلب تعديل كان تم التعديل عليه أكثر من سنة، ربما سنة ونص، ولكن الآن يتم الواحد. الشعب الليبي الحقيقة احنا أولا كنا في هيئة الدستور كان عملنا في الظلام من ناحية الإعلام، كان الإعلام يتجاهلنا، ما كانش عندنا نافذة من الشعب الليبي نطلع عليه ونبلغ ما كان يحدث، وكانوا ينتقدونا أن نحن أنتم ما عملتوا ما وريتوناش يديروا، ولكن لو احنا ما كانش عندنا منبر إعلامي، كل ما حاولنا نحصل على منبر إعلامي قناة تلفزيونية ولا حتى إذاعات مسموعة نبلغ فيها حتى أسبوعيا رسالة للشعب الليبي ما توصلنا إليه، الحقيقة كان تجاهل تام، لأن الإعلام الرسمي إمكانياته يبدو أنها ضعيفة، والإعلام الخاص عنده أجنداته الخاصة التي يعمل عليها وليس الدستور من أولوياته. نعم، حتى من خلال برامج التوعية والتثقيف يعني على مستوى المناطق والمدن في إلقاء المحاضرات في المؤسسات العلمية في المؤسسات البحثية في الجامعات في المدارس التعليم العام، يعني ربما يكون في مساهمة من خلال التثقيف والتوعية بمفهوم الدستور. احنا بعد إنجاز مشروع الدستور كنا متحمسين جدا وانطلقنا، قمنا ورش عمل ومحاضرات وندوات في طول البلاد وعرضها من الشرق للجنوب للشمال لكل مكان، ما خليناش مكان في طرابلس واحدة، ربما حوالي 20-25 ندوة ومحاضرة ولقاء درناه مع الفعاليات. للأسف الشديد سلبية الشعب وربما عدم الوعي الكافي بخطورة وأهمية مشروع الدستور كان الحضور دائما مخيب للأمال، يعني كان يعني قدرت 1/1000 من السكان يحضروا في هذه المحاضرات، يعني مدينة مثلا 200,000 سكانها يجوك منها 200 شخص، يعني 1/1000 فقط. والشيء الآخر الغريب أنه هو كانوا يستعجلوا فينا باستمرار، تأخرتوا طلعوا لنا مشروع الدستور بسرعة، نبوا الدستور لما طلعناه حطوه في الدرج وسكروا عليه وما بوش يستفتوا عليه. الحقيقة هذه المفارقات اللي احنا تجعلنا نشك في نوايا الناس اللي هم في السلطة في جدية يتكلموا عن استفتاء على مشروع الدستور. طبعا في حقيقة لابد نقولها وهي أن إذا أقر مشروع الدستور فجميع الأجسام الحالية الموجودة تختفي من الوجود، وأولا ما هي الدستور، تم إقرار مشروع الدستور احنا حنختفي خلاص، شكر الله وسعينا وعطيناكم تمت مهمتنا، الحكومة الحالية بتختفي، مجلس النواب بيختفي، مجلس الدولة بيختفي، كل هذه أجسام مؤقتة ومرحلية إلى أن يتم اعتماد الدستور. إذا تم اعتماد الدستور بصير انتخابات جديدة وبني على أسس جديدة، وكأن عندك أنت منطقة معينة وأرض معينة فيها بعض الأبنية العشوائية بتزيل هذه الأبنية وتم بتقوم بالبناء الصحيح. وللأسف الجهات المتصدرة المشهد يتغاضوا عن هذا الدستور ويتجاهلوه، وأولهم مندوبي الأمم المتحدة يتجاهلونه رغم أن قابلنا بعض منهم ويعطونا بعض الكلمات المنمقة وتقعد في مكانها وما كانش في جدية أبدا، ولذلك لا نسمع أي من هذه المندوبين بما فيهم السيد باتيل اللي موجود حاليا، ما فيش منهم حد تكلم على أن الدستور أنه يجب يستفتى عليه ويتجاهلوه بالكامل. هم يقدرش ينتقدوه لأن عارفين الإدارات الجهة منتخبة وعندها شرعية ومشروعية من الشعب الليبي، وفي نفس الوقت ما يبوش وبالتالي يتجاهلوه سياسة التجاهل، وهذا اللي ماشيين عليها. واللي يبدو أن المسؤولين أو المتنفذين متصدري المشهد ما نعرفش هل هم متوافقين على المتحدة أو مش فاهمين دورهم. الأمم المتحدة بميثاقها تنص على أن لا يجوز لأي موظف الأمم المتحدة يتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة إلا إذا كان يساعدهم على ما هم يحتاجوا أو يريدونه، ومانيش عارف يبدو هذه النقطة للأسف ما هيش واضحة لكثير من الناس اللي مصدرين المشهد، لأن تبعوا في الأمم المتحدة الكلام اللي تقول فيه لا احنا يجب أن نفرض إرادتنا، والأمم المتحدة إما تساعدنا على ما نريد أو
تنطلق وتسيبنا في حالنا. احنا اللي خرب ليبيا هو الحقيقة الصخيرات وبرلين وباريس والقاهرة وزنيقة وصخيرات إلى آخره. كل هذه المتاهات ما كانت تحدث لو أن تمسكنا بأن المحاكم الليبية هي الحكم في أمورنا، وأن احنا نتمسك بالقوانين واللوائح، ويكون الليبيين هم من يقرر مصيرهم، وليس ليون وليس باتيلي وليس سلامة وغيرهم، يعني كل هذه الحقيقة للأسف الشديد. نعم أستاذ صالح، هل هناك فرق أو تقارب ما بين الدستور 51 والدستور الحالي؟ احنا في الدستور طبعا طلعنا على الدستور 51 وطلعنا على دساتير عدة، مشارق الأرض ومغاربها، يعني حقيقة الدول الفيدرالية الدول الاتحادية إلى آخره، وحاولنا ناخذ زبدة زي ما تقول خلاصات يعني. والأقوى جزء في دستور 51 الملكي هو الحقوق والحريات. نعم حقوق الحريات، لأن في سنة 1948 يعني قبل الدستور هذا بحوالي سنتين تم قرار القانون العالمي أظن اسمه لحقوق الحريات. نعم فاستفاد منه مواضيع الدستور وكان قوي، وأنه هو الشخص لا يمكن القبض عليه إلا بإذن المحكمة، ولا يمكن أنه هو يصادر حقه في الانتخابات، وحقوق يعني أرسيت حقوق جميلة احنا استفدنا منها الحقيقة، وزدنا عليها أشياء أخرى من ضمنها ربما الأشياء الفريدة في مشروع الدستور اللي احنا درناه. ليبيا طالعة من دكتاتورية حوالي 5 أو 6 عقود، فرأينا أن رغم أن الدستور ينص على أن رئيس الدولة الليبية يجدد له لمدة سنتين، لمدة 4 أو 4 سنوات في حالة نجاح طبعا المرة الثانية، احنا لتأكيد عشان ما ترجح الدكتاتورية أول رئيس ينتخب في ليبيا ليس له الحق في التجديد، 4 سنوات ومع السلامة. ثاني دستور بأمري كذلك 4 سنوات فقط، اعتبارا من ثالث رئيس يجوز له أن يتولى ولايتين، كل عشان نباعد بين مسافة حقبة الدكتاتورية وحقبة التداول السلمي على السلطة. فهذه ربما الأشياء الفريدة اللي استفدناها احنا من بعض الدساتير الأخرى يعني. نعم، وهذا يعتبر منذ 70 عام أو أكثر خاص بالديمقراطية والحريات، يعني شيء رائع يعني مع مقارنة بالدستور الحالي. طبعا احنا اي طبعا كان الدستور 51 الحقيقة كل شيء يقيم أستاذ طارق في وقته، يعني احنا ما نقدرش نقيم الدستور 51 في سنة 2024، لا نقيمه في سنة 1950 أو 51. هذاك الوقت كان من أجمل وأحسن الدساتير في العالم في هذه المرحلة، لكن الدساتير تتطور كما تطور كل شيء آخر في الدنيا، كل شيء يتأخر يتطور، الدستور يتطور، الدساتير في ذلك الوقت ما كانش نص على أمور كثيرة. نعم. اتفاقات الدولية، حقوق الإنسان، التعاون الدولي وإلى آخره، كثير من أمور المؤسسات الدستورية المستقلة، كل هذه الأمور استحدث فيما بعد في بعد دستور 51. فهذاك الوقت كان دستور ملائم جدا، لكن الآن دستور 51 لا يصلح بحال من الأحوال لوقتنا الحالي في سنة 2024، إلا إذا تم تعديله جذريا، لكن بالوضعية اللي هو عليها ما يخدمش المصلحة، مع احترامنا للأباء والأجداد اللي قاموا به في وقته كان ممتاز، هم طبعا بارك الله فيهم وشكر الله لسعيهم، كانوا ناس وطنيين، كانوا ناس مغيرة على الوطن، بدليلهم تنازلوا، في ناس تنازلت عن الأحزاب وعن السلطة، من الملك إدريس على وحد ليبيا في دولة واحدة سنة 51، وبارك الله فيهم، لكن الأمور تتطور واجتازوا الزمن يعني. نعم هو أكيد، لأن حتى في تلك الفترة مع في الوقت الحاضر هناك التطور، هناك الحياة المتطورة، هناك التكنولوجيا، وهذا يشمل جزء مهم من ناحية المواد في الدستور. صحيح، ما في شك في هذا، الآن الدساتير تتناول في قضايا حتى خارج الوطن، يعني تو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالمناسبة احنا طبعا لما يجري الآن في العالم من هذه الأفكار الغريبة واللي هي ضد الفطرة الإنسانية وضد الدين الإسلامي الحنيف وإلى آخره، أظن هي كل واحد يعرف ما نقصد، احنا نصينا في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ونصينا في الدستور على أن المعاهدات الدولية تكون في مرتبة أعلى من القوانين وأقل من الدستور، أدنى من الدستور، وبالتالي أي معاهدة دولية تصدم مع الدستور فلا يتم تنفيذها في ليبيا. ولهذا هذه الأشياء اللي نادوا بها في العالم الآن وتتنافى مع ديننا الإسلامي ومع قيمنا،
مرفوضة بالدستور، ما فيش حد يقدر يخترقها يعني. نعم أستاذ صالح، ما هو مضمون الدستور الذي صدر من اللجنة التأسيسية؟ الدستور اللي صدر احنا اصدرناه طبعا زي ما قلت لك استفدنا من تجارب الدول الاخرى. هذا الدستور يحقق وحدة البلاد، يحقق التداول السلمي على السلطة، يحقق حرية المواطن والمشاركة الفعالة والعامة في الشأن العام، يحقق للأقليات مطالبهم الشرعية في استخدام لغتهم في مناطقهم وثقافتهم وهويتهم وتدريس هذه اللغات لأبنائهم، ونعتز بكل مكونات الليبية سواء كانت تبوة طوارق أو الأمازيغ أو غيرهم، نعتبره يعني هو إثراء للثقافة الليبية. نعم. ونصينا في الدستور على هذا، إن هو حتى ممكن تعمل هذه اللغات كلغة إضافية في المدارس لمن يحب أن يتعلمها، ودرنا مركز مؤسسة هيئة دستورية مستقلة تختص بالموروث الثقافي واللغوي سميناه، هذه تنمي هذه الثقافات وهذه اللغات وتصرف عليها الدولة، ويكون مجلس إدارتها من الإخوة اللي هم المكونات الثقافية الليبية بيش ننمو هذه الثقافات وهذه الله. فكل هذه الأمور وعدم عسكرة الدولة طبعا هذا مهم جدا، وأن يكون قائد الجيش يخضع للسلطة المدنية مش ما تصير في انقلابات وكذا. يعني عادة احنا خاصة في الدول العالم الثالث والعالم العربي الثورات أو الانقلابات الستينات والسبعينات ما يش منا بعيد، احنا عشناها يعني. نعم. فاحنا درنا اللي هو قائد الجيش يخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وبالتالي القرار بيكون وزير الدفاع يكون معين من الشعب الليبي منتخب، ما هوش قائد الجيش. قائد الجيش يخضع له في قراراته كله، مش مصيرش انقلابات، مصير اعتداء على السلطة. والعسكر ما لهمش علاقة بالسياسة، هم يدافعوا عن حدود الدولة. يا أخي احنا ساعدناهم أكثر من غيرهم، كان في بعض كثير من الدول العسكر ما لهمش حق حتى يدلوا أصواتهم، احنا قلنا لهم لا، العسكر لهم الحق ما يرشحوش لكن يدلي بصوته لمن يراه كمواطن ليبي، لكن كشخص يحمل رتبة أو دبورة ولا زي ما يقولوا ولا جنرال وغيره أنه بيش يقل معها العسكر بالأمر ولا كذا، لا هذا ممنوع، ولكن كمواطن أنت سواء كنت عسكري وغير عسكري لك الحق تدلي بصوتك في الانتخابات والاستفتاء، ولكن لا ترشح نفسك لأي منصب طالما أنت في منصب عسكري لك تأثير معين. نعم أستاذ صالح، الدستور الحديث يعني الذي تم صياغته من اللجنة التأسيسية يحتوي على 197 مادة، يعني صحيح. مختلف جوانب الحياة ومختلف المكونات الثقافية والمؤسسات الأهلية، يعني هل تم توزيعها يعني في المؤسسات العلمية في المرافق العامة على مستوى البلديات حتى يتم الاطلاع عليه؟ زي يعني ما حتى من خلال الأعضاء اللجنة التأسيسية، زي ما ذكرت لك سابقا احنا كنا متحمسين جدا بعد صدور مشروع الدستور، وبناسبة نسميه مشروع لأن لما يصدق عليه الشعب يصبح دستور، قبل يصدق على الشعب في استفتاء حر مباشر يسمى مشروع. فإحنا الحقيقة بارك الله في وزارة العدل من حوالي سنتين تقريبا طبعوا لنا كمية لا بأس بها من هذا مشروع الدستور، أعتقد حوالي 50,000 نسخة وأكثر، وقمنا بتوزيعها في كثير من الأماكن ومؤسسات المجتمع المدني، ودرنا حتى صفحة في الفيس ما هن عمل الدستور موجود فيها نسخة من هذا المشروع الدستور تحت PDF، نسخة PDF اللي بيطلع عليه. نعم. ولكن في تشويش كبير في الإعلام وفي تشكيك وفيه للأسف اتهامات باطلة لمشروع الدستور، لأن احنا نعرف فيه ناس مش مصالحها الدستور، في ناس القنوات الخاصة في بعض منها لها أجنداتها الخاصة وربما تروج لمرشح معين أو كذا، وما تبيش هذا الدستور لأن الدستور الشعب الليبي فقط وكلمه بدون أي تأثير، فيشوش على مشروع الدستور ويقولوا في أمور حقيقة احنا ما عندناش فرصة نرد عليها نفس المنطق. من ذلك يقولوا معقولة لجنة الدستور ما سمت شن هي الدولة الليبية، هل هي ملكية ولا دستور ولا جمهورية ولا كذا، ما احنا نقولوا عاصمة الجمهورية الليبية
نعم. ما دام هي احنا نقول عاصمة مغربية هي طرابلس، يبقى احنا قلنا جمهورية، ومع ذلك يقولوا مسمتين. الشيء الثاني يقولوا تركت الدولة بدون علم وبدون نشيد. المادة 197 آخر مادة في الدستور تنص على الآتي، إنه هو يعمل بالعمل بالعلم والنشيد النافذين، هيك قلنا النافذين في الوقت الحالي، ويستمر إلى أن ينظر فيه مجلس الشعب والنواب اللي هم يختارهم الشعب مهما كان الأمة، ما أعرف شو بيسموه في المستقبل، المهم نواب الشعب ينظروا فيه، وإذا رأوا تعديله لهم الحق يعدلوا العلم أو النشيد، بشرط أنه لابد يكون الثلثين يوافقوا على هذا الأمر. إذا وافق الثلثين المجلس النواب مجلس الشيوخ مجلس الأمة اللي هو يسمى ما نعرفش بيسموه الشورى إلى آخره، إذا كان ثلثين هؤلاء الناس اللي يتخمهم الشعب الليبي رأوا أن يعدلوه هذه النسبة يعدلوه، إذا أقل من ذلك لا يجوز. وبالتالي ومع ذلك نسمع في ناس لحد الآن يقولك ما حددتوش العلم والنشيد، يعني للأسف في مغالطات يعني. نعم أستاذ صالح، يعني من خلال التوزيع، يعني من خلال حتى البرامج التثقيفية اللي قمت بها على مستوى المناطق، يعني هل هناك ملاحظات يعني من قبل الحضور من خلال مواد الدستور؟ هو أستاذ طارق الملاحظات موعدها قبل صدور مشروع الدستور، احنا اثناء مشروع الدستور. لا حتى من خلال يعني البرامج الندوات والمحاضرات التثقيفية. نعم، نعم. يعني يحدث فيه نقاش، يعني احنا قمنا بهذا الكلام قبل مشروع الدستور، استقينا واستشفينا رأي الشعب الليبي وشين هي مشاكلهم وشين تطلعاتهم وتصوراتهم بالدستور وماذا يريدون يكون في هذا الدستور، هم في النهاية ماذا يريدون يكون في هذا الدستور، واستمعنا مشينا مناطق كثيرة سواء في الجبل سواء في الجنوب سواء في أقصى الشرق في طرابلس في كل مكان بقدر الإمكان، كانت في بعض الأماكن فيها حروب وكذا ما قدرناش خشوا لها لسبب أو لآخر، لكن بقدر الإمكان مشينا المناطق وسمعنا الناس وحاولنا نحط هذه الأفكار في الدستور. أما بعد مشروع الدستور الآن نسمع من الناس، لكن ما قدرش غير الآن الدستور من تاريخ 29/7/2017 ما فيش له الحق بما في ذلك هي الدستور، فيش حد له الحق أن يغير في شيء إلا بعد الاستفتاء. الآن أصبح طلع من يدنا، هو الآن في يد الشعب الليبي، لما الشعب الليبي يدير استفتاء ويدير ملاحظات هذاك الوقت على عين والرأس إحنا هذه الملاحظات نعدلها في الدستور إذا أراد ذلك. فإحنا هذا الأمر بهذا الشكل، إذا كان سمعنا ملاحظات ما نقولهم دونوا ملاحظاتكم، وإن شاء الله لما يتم تعديل الدستور بعد 5 سنوات يعرض على التعديل مثلا هذه ملاحظات حطوها، لكن الآن نود أن يعمل بالدستور حتى لمدة 5 سنوات باش نطلعوا من هذه المشكلة من هذه الفوضى اللي الآن فيها البلاد، للأسف مستمرة الآن أكثر من عقد من الزمان في هذه الفوضى وهذه الحكومات والتخبط، أنه لو عملوا بالدستور إنه زي ما نقول خلينا نحط القطار على السكة وينطلق وفي أي شيء تعدل فيما بعد، لكن ترفض الدستور بالكامل بدون وجه حق، وهذا الأمر اللي هو يعني غريب ويجب أن لا يكون. نعم، في حال يعني تم الاستفتاء على هذا الدستور هل يعتبر هو الحل للأزمات والخلافات أستاذ صالح؟ طبعا هذا أمر سابق لأوانا، احنا نعتقد أن الدستور كل الدول المستقرة الدول المدنية مبنية على الدستور، فهذا الدستور مشروع الدستور فيه كل الركائز بدون نقاش، كل ركائز الدولة المدنية اللي تقام عليها دولة منصوص عليها في هذا الدستور، أما تطبق أو لا هذا أمر الله عليم به يعني، لكن هذه الركائز بشهادة خبراء دستوريين أجانب غير الليبيين سواء عرب أو أجانب شهدوا بأن هذا الدستور ممتاز بالنسبة للمرحلة الحالية وبالإمكانيات اللي كانت موجودة والظروف اللي كانت موجودة، هذا الدستور يؤسس لدولة مدنية دولة ديمقراطية دولة مستقرة دولة المؤسسات، فيما بعد كمال لله إذا رأوا من الممارسات يعدلوا. وبالمناسبة في التقارير الدولية والإحصائيات قلنا حوالي 5 دساتير كل عام 5 دساتير يتم تعديلها، وبالتالي يعني ما هوش قرآن منزل، بعد 5 سنوات إذا رأى الشعب الليبي أنه يعدله ممكن يعدله فيش مشكلة. نعم، يعني يعتبر هذا أحد النقاط والركائز المهمة حتى من خلال الأسس المبنية على القاعدة من خلال الدستور. طبعا فيش قيادة من ضمن نصوص الدستور في الأخير أنه كيف يعدل هذا الدستور، ينص على أنه بعد مضي 5 سنوات من العمل به أنه يمكن إعادة النظر فيه إذا رأى الشعب الليبي ذلك، إذا رأى أنه يستمر زي ما هو يستمر، إذا رأى تعديل يعرض في استفتاء ويشوف الشعب الليبي شنو التعديلات المطلوبة ويتم تعديله، وإحنا نتمنى أن على الأقل حتى لو ما استفتوش عليه يعمل به
حتى باش نطلع من عنق الزلزال زي ما يقولوا، يعمل به مؤقتا لمدة 5 سنوات 3 سنوات 4 سنوات لين تستقر الأمور وبعدين ديروا حل آخر. لكن تتجاهل بالكامل الحقيقة بعد هذا الجهد وهذا الوقت وهذا المال اللي ينفق في هذا الأمر على مدى سنوات، الحقيقة أمر مشين وما يجبش أن يكون أن يتم تجاهل هذا الدستور اللي احنا نعتقد أنه هو الحل لمشاكل ليبيا على الأقل مرحليا. نعم أستاذ صالح، يعني أنتم كأعضاء لجنة تأسيسية، يعني هل هناك محاولات من أجل الدعوة على الاستفتاء؟ باستمرار، احنا من حوالي تقريبا أسبوع 10 أيام من ثاني كان اللقاء مع السيد الدكتور محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبحثنا مع هذا الأمر أنا وبعض الزملاء معي، وكل الوقت كل المندوبين الأمميين اللي استطعنا نقابلهم الحقيقة الفترات الأخيرة ما عادش بيقابلونهم، لكن الأولين كنا نقابل فيهم وكنا نناقشهم ونحثهم على أن يأخذوا بيد الشعب الليبي لاستفتاء الدستور، وزي ما قلت لك كانوا يعطونا كلام معسول ويقعد في مكانه وما كانوش جديين يعني، لكن الآن أصبح حتى مقابلتهم ما عادش بيقابلونا، رغم أن ستيفاني ويليامز سمعتها مرة وكذبت وقالت أنا اتصال وثيق مع هيئة الدستور وهذا الكلام غير صحيح، وأنا أصرح به في الإذاعة وتحدى أن تثبت أم تتصل بالدستور ولا أي حد من الدستور. حقيقة هذا غير صحيح، هم يتجاهلوا هذا الدستور. احنا نحاول والآن نقولها الآن من الآن وعلى الهواء، حتى القنوات اللي تبي تستضيفنا أنا وغيري يعني من زملاء مستعدين نوضح للشعب الليبي أي نقاط ونوضح له مشروع هذا الدستور، وأن هذا التضليل الإعلامي اللي يسمعوا فيه أنه الدستور غير صالح استفتاء كذا كذا هذا أمر غير صحيح، نعطيهم بالحجة والدليل، والمواد الدستور موجودة نقرأ عليهم ويسمعوها بنفسهم يعني. نعم أستاذ صالح، بعض المواد يعني داخل هذا الدستور، يعني هل هناك تشابه مع الدستور الأول في 50 أو يختلف؟ الدساتير بصفة عامة كلها فيها تشابه، لأن الأسس واحدة، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، لا لعسكرية الدولة، حقوق الإنسان، مؤسسات مجتمع مدني، كل هذه المواضيع ففي تشابه بكل الدساتير. وهذا قلت لك سابقا ان احنا طلعنا على الامم المتحده وعطتنا الحقيقه يو اس بي اللي هو فلاش فيه الدساتير تقريبا العالم كله، وكنا نقرا ونطلع ونستفيد ببعض الافكار من بعض الجهات، وشفنا حاجات مرات تقول ملفت النظر. يعني شوف دوله زي تشاد فيها تقريبا اكثر ما يزيد عن 100 لغه، يعني كل قبيله تقريبا او عرق 100 لهجه من لهجة. نعم. شين اللغة الرسمية في تشاد؟ تستغرب ان هي اللغة العربية واللغة الفرنسية. في جزء من التشاديين لا شك يتكلموا اللغة العربية، ولكن لانهم مسلمين بالغالبية العظمى، ولان الاسلام هو اللغة العربية لغة القرآن وكذا، فاللغات في 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 تشاد الرسمية الفرنسية والعربية، ما هيش اللغات اللي هم. وجي سيد عندنا ناس ثانية يقول لك لا احنا اللغة الفلانية واللهجة الفلانية تعتمدوها لغة رسمية. الهند فيها أكثر ما يزيد عن 1000 لغة وديانة ومعتقد وإلى آخره. اللغة الرسمية في الهند هي اللغة الإنجليزية، لأن بيشتم تخاطب بين كل أفراد الشعب اللي هم على الأقل المتعلمين. فإحنا ندعو إلى أن هذه القيم وهذه الناس اللي وصلوا هذا، أنه هو أنت بتوحد الدولة بما أن الآن كل الشعب الليبي يتكلم اللغة العربية. نعم. سواء كان أمازيغ توارق تبو، لكن العرب ما يتكلموش الأمازيغة ولا يتكلم التبوية، وبالتالي مثلا لما نقول اللغة العربية هذه اللغة توحد كلنا نتكلموها، مش لأن عشان اللغة العربية أو لغة القرآن ولغة الإسلام وكذا، ولكن أيضا لأن احنا كلنا نتوحد أن نفهم بعضنا. لكن لما نقول مثلا اللغة الأمازيغية واحترامي لهذه اللغة واللغة التبوية واللغة التركية، يفهمها جزء والجزء الآخر لا يفهمها، إذا ما درناش حل احنا يعني. فهذه الأسس في تعلمناها من كثير من دساتير العالم، استفدنا منها كيف تعامل الأقليات، وجونا خبراء ومشينا احنا لبعض الدول، مشينا لتونس وقعدنا حوالي شهر، وجونا خبراء من ألمانيا ومن فنزويلا ومن مصر ومن ألمانيا ومن بريطانيا ومن أمريكا، جونا خبراء دستوريين وتناقشنا في كثير من القضايا واستفدنا في كثير من الأمور الحقيقة يعني. لكن الحزب النفس بعد هذا كله يعني هذا الدستور يقعد حبيس الأدراج ولا يمكن الشعب الليبي من أن يقول فيه كلمته. نعم، حول محتويات هذا الدستور، يعني من خلال الاطلاع على الدساتير العالم، يعني تم استنساخ أو ولو جزء بسيط من ما يحدث في الدساتير العالم؟ ما في شك
ما فيش شك، وكل الدساتير زي ما قلت لك هي الأسس واحدة، وبالتالي الناس يستفيدوا من بعضهم في الأفكار هذه. استفدنا بعض الأفكار من بعض الدول الثانية، من الدساتير الثانية. طبعا كل دستور له بصمته الخاصة، ما فيش دستور ينطبق، ما فيش حالة ليبيا ما ينطبقش عليه دولة ثانية، حتى قريبين زي تونس مثلا. تونس عندهم مثلا جالية يهودية، احنا ما عندناش. في مصر عندهم الأقباط، احنا ما عندناش، وهكذا. فكل دولة لها خصوصيتها، لكن الأسس والمفاهيم العامة تعتبر مشتركة، لكن كل واحد يعالجها بطريقته. في العراق وسوريا يعني فيه إثنيات كثيرة جدا، تركمان واليزيديين والمش عارف من والمسيحيين والمسلمين والشيعة وهكذا. فكل واحد يعالجها بما يتناسب مع وضعه الداخلي في الدولة. نعم. احنا استفدنا من هذه الأمور من الشكل. نعم أستاذ صالح، يعني بالنسبة للمنسحبين من الأمازيغ في صياغة الدستور، يعني هل بإمكان في حالة يعني تم الرجوع وإضافة بعض التعديلات يسمح لهم كلجنة الصياغة؟ لا، بنص الإعلان الدستوري متى لجنة الدستور تمت وأصدرت مشروع الدستور ما عاش لها الحق حد يمسها، لا احنا ولا غيرنا، حتى احنا الدستور لا، إلا بعد الاستفتاء. بعد الاستفتاء عليه هم أول الإخوة الأمازيغ بارك الله فيهم، هم امتنعوا عن المشاركة في الدستور، كان حقهم. الإنسان عنده حق معين، تقدم الحق يقول لك أنا ما بي شكرا، ما أقدرش. هم ما فيش حد منحهم من الاستفتاء، من المشاركة في الانتخاب. هم لهم عوين، يعني كانت التوارق لهم اثنين والأمازيغ اثنين والتبو اثنين. نعم. التبو والتوارق اشتركوا معنا، والأمازيغ امتنعوا بأرادتهم الحرة، وهم أحرار. وهذا لا يعني إغفالهم في مشروع الدستور. احنا عطينا اللغات الليبية بغض النظر عن مسماها، أنها تنمى وأنا نعتز بها وأنا نفتخر بها وجزء من التراث الليبي وإثراء الثقافة الليبية، وكل هذا نشجع عليها وإلى آخره. لكن لا يعني غيابهم عن لجنة الدستور أن هم ما حقوقهم تهضم، لا طبعا. يعني في تقديرك أستاذ صالح، يعني سبب عدم الاستفتاء على الدستور، هل هناك خلاف؟ نعم، هل هناك خلاف على عدم الاستفتاء؟ شوف، ما فيش شك ان ما فيش دستور يوافق عليه الجميع، ما حصلش في العالم ولا يحصل. ما فيش حاجه اسمها اجماع. يعني احنا في الدستور مثلا 58 كنا اثنين الامازيغ امتنعوا، 58 لا يمكن في قرار يوافق عليه 52، مستحيل في العالم كله. شوف البرلمانات، شوف الانتخابات مثلا الامريكيه، بوش ينجح ب 51% من الامريكان مثلا، رئيس بوش شن الحرب على العراق ودار البهادل في العالم، وعنده نسبة 51. يعني 49% من الشعب الأمريكي ما يبيش بوش، ومع ذلك مشى. إذن هي القضية قضية الأعداد، هذه النسبة اللي ما دام النسبة تحققت خلاص. كل دساتير العالم في ناس وافقوا عليها، في ناس ما وافقوش. كان مرة عندنا اجتماع بالمناسبة مع السفير الألماني، وقال إنه هو إقليم بافاريا، هذا إقليم متقدم صناعيا في ألمانيا، اللي هو يطلع في البي ام دبليو بالمناسبه. بي ام دبليو بافاريا موتور فيركس، اللي يعني صناعه تصنع في البي ام. فقالوا احنا متقدمين عن بقيه المانيا ونبوا مزايا خاصه. نعم. في الدستور. لجنه الدستور رفضت هذا، قالت لهم لا، هذا الشعب الالماني مثل زي الالمان. قال بعد سنتين بافاريا التحقت بمشروع الدستور. الدستور الامريكي 50 ولايه، 13 ولايه اللي وافقوا على الدستور مبدئيا، وبعدين الولايه الثانيه التحقت واحده بعد الاخرى وانضموا الى يعني. فاحنا يعني نرى ان هذا الامر يجب يكون درس لنا، نتعلم منه كيف الاخرين ضحوا من اجل الوطن، وانهم هم الوطن يجمع الجميع، وان هذا الدستور ماهوش قران، انت انضم لي وبعدين طالب بحقه وممكن يعدل في المستقبل، يعني ما فيش مشكله. نعم، بصفتكم كعضو في اللجنه التاسيسيه، يعني وانتم كجمعيه عموميه لهذه اللجنه التاسيسيه لصياغه مشروع الدستور، هل هناك يعني تواصل واجتماعات من اجل حتى حضوركم يعني وتواجدكم والتواصل مع الجهات من اجل الاستفتاء على الدستور او سرعه الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب؟ والله احنا نحاول بكل ما اوتينا من قوه وما اتيحت لنا من فرص، سواء في الاعلام سواء مقابله المسؤولين، ان نحثهم على الاستفتاء على مشروع الدستور. ولكن لن نجد لحد الان، لم نجد اذان صاغيه للاسف. ممكن يعطونا بعض الكلام ويقعد في مكانه، ما حسيناش ان فيه رغبه جديه في الاستفتاء على مشروع الدستور. والغريب في الامر انه السيد عقيله صالح
رئيس مجلس النواب أصدر قانون بالاستفتاء على مشروع الدستور، وبعدها سمعت يصرح يقول هذا الدستور غير صالح الاستفتاء عليه. يعني تناقض عجيب، يعني تصدر قانون للاستفتاء عليه وبعدين تصرح أنه غير صالح للاستفتاء. هذا أمر يعني حقيقة عجيب يعني. فإحنا يعني نرحب بكل حد يساعدنا في هذا الأمر، سواء القنوات الإعلامية سواء القنوات الإعلامية أو غيرها من الجهات، أنهم يساعدونا في أن احنا نتقدم بهذه المرحلة. احنا كل ما نقول عطوه الشعب الليبي حقه فإن يقول كلمته، لا أكثر ولا أقل. عطوه الشعب الليبي حقه أن يقول كلمته في هذا المشروع. هذا هو كلف لجنة دارت مشروع الدستور، داروا مشروع. هذا العمل ما فيش حد له حق يقيمه إلا الشعب الليبي. إذا كان الشعب الليبي رواه المسائل ما رضاش نعدلوه. فهم الآن يحاولوا يتداخلوا في موضوع الدستور وبقضايا أخرى، وسمعت لعلك سمعت حاجة اسمها قاعدة دستورية. ما قاعدة دستورية؟ طيب أنت تجي في قاعدة دستورية، أنت عندك دستور أو مشروع دستور من لجنة منتخبة من الشعب الليبي ومعتمدة، ما حدش يقدر يطعن فيها، انتخابات حرة نزيهة. أنت قيم هذا العمل، خلي الشعب الليبي يقيمه، وإذا كان الشعب الليبي رفض هذا الواحد بعدين لك الحق تعمل ما تشاء. لكن هم خايفين بأمانة أن الشعب الليبي يعتمده، لأن لما اعتمد الشعب الليبي كل هذه الجهات بتختفي، هذا ما يبوش البيان يعني للأسف الشديد يعني. نعم، الخطوات القادمة للجنة التأسيسية أستاذ صالح؟ والله إحنا المشروع الإعلان الدستوري ينص على أن هيئة الدستور لما تتم المشروع تقدمه للجهات المختصة، وهذا ما قمنا به. مجلس الدولة، مجلس النواب، الحكومة، كل الجهات وزعنا عليهم، وتنتظر الاستفتاء على هذا المشروع. وعندما يتم الاستفتاء عليه إذا كان فيه تعديلات أو في أي شيء الشعب الليبي يطلب أن احنا نديره يرجع للهيئة، وتقوم الهيئة بتعديل هذه الأشياء وتعرض على الشعب الليبي من جديد. فإحنا بانتظار هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الشعب الليبي، بأنهم هم يقوموا بالاستفتاء على مشروع الدستور اللي هو لأول مرة لجنة منتخبة من الشعب الليبي تقوم بإعداد دستور. وهذا ما نتمنى أستاذ صالح، أن يكون للشعب صوت في هذا الاستفتاء على هذا الدستور. أشكرك أستاذ صالح شاكر، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، لازالت التغطية مستمرة بمناسبة الذكرى 13 لثورة 17 من فبراير، فابقوا معنا بعد الفاصل.